طبعا في البداية لازم نبارك لحضرتك على هذه الجائزة. ألف شكر يا فندم، ده مبروك لمصر كلها، عشان دي طبعا الجائزة دي تبقى وسام على صدر مصر كلها، وفي نفس الوقت بنبارك معالي الوزير آل سعيد الوزيرة العظيمة اللي برضه شطارة مصر، وأحسن مشروع إن شاء الله كان عارض مشروع برندال اللي هو الطاقة الشمسية لوزير الكهرباء، ونبارك لمعالي وزير الكهرباء. طبعا. طيب سيادة اللواء، يعني احكي لنا حضرتك استقبلت ازاي الخبر، وازاي عرفت ان حضرتك فزت بهذه الجائزة؟ والله أنا كان من فترة كان هما مجلس الوزراء كان مرشح بعض الأسماء، وكان في ملفات معينة لهذا الموضوع، أحسن محافظ في الوطن العربي، وكان المشروعات اللي قامت بها الدولة المصرية على أرض محافظة بورسعيد كانت أحد الموضوعات الداعمة لهذا الملف، منها مشروع التأمين الصحي الشامل اللي كان بيدعم كل مواطن على أرض مصر، وده كان حلم لكل المصريين، وطبعا عندنا منظومة التأمين الصحي الشامل. وإحنا النهاردة بنهني نفسنا إن نمر عام كامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد اللي تم تطبيقها بنجاح منقطع النظير. كان في رضا غير طبيعي من المواطنين في نجاح هذه المنظومه والمنظومه ديت، وده يعني فخر للدوله المصريه، وممتاز الفرصه ان بقدم كل الشكر والتحيه والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طبق منظومه التامين الصحي في محافظه بورسعيد كمرحله اولى، وان شاء الله يتباعها في كل المحافظات. برضه فعلا من ضمن الموضوعات اللي دعمت ملف محافظه بورسعيد التحول الرقمي. برضه محافظه بورسعيد اول محافظه رقميه في مصر، وده الحمد لله النهارده عندنا 48 خدمه متاحه، وده قدم خدمه غير طبيعيه ونجاح غير طبيعي بالنسبه لمنظومه المكنه، وفي نفس الوقت خفف كتير جدا من الاجراءات الحكوميه اللي كان بنعملها عشان خاطر الدرجات الروتينيه للمواطن.